السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخة وتدبيرة مع منال. اليوم حابين نشارك معكم كيكة حضرتها بمناسبة عيد زواجي الثالث بذوق البيستاش، من باب التغيير انه دايما نحضره بالشوكولا ولا بالفريز. ان شاء الله تعجبكم الكيكة والطريقة، خليكم على الخطوات وفرجة ممتعة. عندي هنا جينواز سامبل فاني وجينواز بذوق البيستاش، حضرته بنفس الطريقة، خليكم الرابط والوصفة أسفل الفيديو. فقط مكان الكاكاو غيرت، درت باداغون بيستاش ولا ديكستري تاع البيستاش بدون أي ملون غذائي. بعد ما نحضرها نخليها تبرد مليح، نحي لهم الطافي كويسون. نجيب السارسو، راح نحضرها بشكل قلب. نجيب السارسو ونقطع به، وانا نحاول كيفاش نحط الركن هذاك الكوا يجي مع الكوا تاع الجينواز باش منضيعش بزاف منها. وانا نستعمل السارسو ونقطع به 4 طبقات ونشوف شحال من طبقه راح نخدم بها. بالنسبه لهذو ليشي تاع الجينواز نخبيهم هنا في الكونجيلاتور، نجبدهم كي نحب نخدم بسكويت ولا بلا ما نطيب في الفرن. دونك راح نحضرها معكم في وصفات قادمه ان شاء الله، في فيديوهات قادمه. دونك خليهم في الكونجيلاتور الوقت اللي حابين نخدم بهم نخدم بهم، نجبدهم ساعه لافونس ونخليهم مع لاجيه. باش نحضر الكريمه هنا عندي راح نستعمل 2 كيسان شونتيي، بودر شونتيي كما راكم تشوفوا معمرين مليح، مع 2 كيسان حليب. العبارة تاع الحليب يكون ناقص شويه، دونك 2 كيسان ناقصين حليب، ونخلطهم بالباتر. هنا كما تشوفوا نبدا نضيف الحليب، كدائما نبدا نضيف الحليب حتى نتخلص من كامل هذوك الحبيبات، ثم نعرف العبر مليح تاع الحليب. دونك ما كاش عبر تاع كاس شونتيي بكاس حليب. هنا كما تشوفوا نخلط ونبقى نزيد، نهبط هذو الاطراف، نزيد نطلعهم مليح بالباتر، وراني نزيد في الحليب كل مره نطلعهم ونشوف اذا راحوا تبان. لازم الشونتي تكون تبريه، ما يكونش فيها دوك الحبيبات، والا مازال ناقصها الحليب. دوك ماشي باش ندير شونتي تكون ثقيله واقفه، نخليها معمره دوك الحبيبات. كما تشوفوا هنا نزيد الحليب ونطلعها مليح بالباتر كما راكم تشوفوا، راهي واقفه. الكريمه الثانيه راح نستعملها بكل بيستاش، راح نستعمل فلون ذوق البيستاش ذوق الفستق. وانا عندي كيس تاع 100 غرام، نزيد له كاس شونتي، كاس معمر شونتي. دونك هذه اللي تعطيني كميه كبيره، وليكستري تاع البيستاش ليكستري ولا باداغون مع كاس ونص تاع الحليب. وبنفس الطريقه راح نطلعه ونشوف اسكو يخص الحليب ولا هذيك هي الكميه المناسبه. تقريبا واحد 5 دقائق ماكسيموم 10 دقائق تكون عندك خيم شونتي واقفه 100%. كما تشوفوا هنا كي نقلب المغرف مت لا ماغيس مش حتى تطيح هذيك لا كريم شونتي. نخليهم في الفريجيدار لطوني نبدا نوجد لا تارت تاعي. نجيب سارسو نفسه اللي قطعت به، نحط فيه الطبقه الاولى من الجنواز، راح ندير الطبقه الاولى تاع البيستاش، عمل فيها ثقوب بالفرشيطه، هي تقدر تسوون عليها الخطوه لانه اصلا حتى تشرب. نسقيها بهذيك السيرو اللي كنت حضرته من قبل بكاس سكر و 2 كيسان ما، نخليها تغلي 10 دقائق ونطفي عليها. بعد ما نغطيها كامل بهذاك السيرو تتشرب مليح، راح نغطيها بطبقه من الشونتي. دونك درت طبقه من الجينواز بيستاش، دونك حتكون باللون الاخضر، ندير عليها طبقه شونتي سامبل لون ابيض باش من بعد كي نقطعها متبان.
تشوفوه ناسكم كامل هذاك السطح تاعها، ونحط عليها طبقه ثانيه تاع الجينواز غاني سامبل كما كتبوا، نضغط عليها شويه باليد باش يكون كامل متساوي السمك، ونعاود نرشها بنفس السيرو. في هذه المرحله نزيد طبقه كريمه بذوق الفستق بيستاش، نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل. انا هنا عندي السيرسو ماهوش عالي بزاف، دوك راح نتوقف عند ربع عند ثلاث طبقات. كي يكون عندك سيرسو كبير تقدر تستعملي ربع طبقات من الجينواز كما تشوفوا. هذه الطبقه الثالثه نضغط عليها مليح، نشربها بالسيرو، وراح ندير خطوه باش نضيف شويه لا كريم شونتي من الفوق. راح نطلع السيرسو بشويه بلا ما نخرج الشونتي اللي تكون في الطبقه الاولى، دوك نطلعه شويه باش يكون كامل كيف كيف نفس الجوانب، ونغطيها بالشونتي اللي درت معها الفلون كو بيستار دو كريمه تاع الفستق كما تشوفوا. ونعاون الخدمه تاعي بالسيرسو دونك راكم تشوفوا، نسوي كامل هذاك السطح، نمسح البلاطو لان راح ندخلو للكونجيلاتور. فوالا نجيب بابي فيلم ونغطيها كامل بالبابي فيلم، نخليها مده 24 ساعه، ممكن تخليها 6 سوايع، مهم تشد روحها شويه باش من بعد تجيك الخدمه سهله.